طيب احنا قلنا response.json او response.write المفترض ان الاثنين ما يكونش فيهم مشكلة المفترض ما فيش مشكلة واخر ايه كان طالعين عشان نحاول نرجع تاني نحل قال لي سطر 208 هو اللي زعلان منه سطر 208 هو response.write فبيقول لازم يكون نوعه string او buffer قلت له ماشي 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 هو بس النوع مفيش مشكله مفيش مشكله هو بس ممكن يكون نوع الداتا مش جايه ولا التكست بالنسبه له فقلت له خلاص مفيش مشكله console.log عشان بس ايه نقدر نشوفها انا عايز انزل اقدر اشوفها بس وبعد كده يبقى نعرضها لليوزر باي شكل وعملت مود ران للستودنتس تاني وجيت هنا وقمت قايل له ريفريش رد عليا الدنيا فاضيه قلت له ماشي رد عليا هنا بقوسين فاضيين قوسين فاضيين يعني مفيش ايرورز لكن مفيش نتيجه مفيش ايرورز بس مفيش نتيجه قلت له طب لو دخلت على البوست مان و فتحت مثلا اتصال كده تاني بس اعمل سيف از ودي هنخليها اوثنتيكيشن واحد وهدوس على مش عارف ادوس من الاشاره اللي مش عايزه تختفي على جروب 1 وقلت له سيف وعلى 80 80 بس اي بي اي 2 على اسمه ايه؟ على احنا سميناه ليست ستودنتس وعملنا سند قال لي في مشكله في السيرفر دي انفاليد ستيت كونكت هو بس دي طبعا المونجو ساعات بيعلم معانا لما نكون فاتحين اكتر من حاجه مع بعضيهم في نفس الوقت ما بنقفلش لان المفترض قبل ما عملنا كونكت وعملنا كويري وتاكدنا ان مفيش ايرور صحيح يبقى المفترض ان احنا عرضنا كل الكلام دوت والريسبونس لازم نقول يا كونكشن ايه كلوز عشان مش كل مره يفتح والكونكشن مفتوح فيعمل ايرور يفتح والكونكشن مفتوح فيعمل معايا ايرور فقلت له ماشي عشان ما كناش قفلنا بس الحته دي فكنترول سي كده ونقول له رن تاني للستودنتس وتعالى من هنا ونقول له سند رجع لي ايه؟ انا مش شايف رجع لي ايه؟ بس هو رد عليا بنتيجة فاضية مفيش أي حاجة في أي حتة خالص قلت له ماشي ارجع كده تاني قال لي ادي النتيجه اهي يعني انا رديت بايه؟ عشان هنا رد هنا ليه؟ لان انا قايل له console.log ارمي هو رمى لي array فاضيه لان الريزلت جايه كarray فاضيه فهو مش عارف يعمل ايه فسكت قلت له لا خلاص انا فهمت انت عايز تعمل ايه انا اجي هنا وهقول له في الحته دي هقول له بص اف ان الريزلت اللي جايه لك طبعا دي array فاقدر اقول لها دوت لينس لو كانت دوت لينس بتساوي زيرو معناها ان نو ريزلت مفيش نتيجه يعني الجمله ما جابتش شيء خلاص وفي الحاله دي هقول له يا ريسبونس دوت جيسون هرمي له برده ريسبونس دوت جيسون هقول له سكسس فولس وهقول له الايرور هكتب انا الايرور بمزاجي هقول له يوزر نيم or الباسورد invalid فيهم مشكله حلو كده لو كانت النتيجه جايه لي بصفر else يبقى النتيجه جايه كويسه في ريزلت خلاص في ريزلت في نتيجه في بيانات في الحاله دي هقول له لو في بيانات هنا المره دي الحاله الوحيده اللي هتقول لي فيها السكسس بترو مش هتطلع ايرور هتقول لي المسج مثلا لوجن مثلا يعني
ان المسج ده اللوجن، يعني الراجل عامل لوجن كويس كده. هو انا عندي حالات، لو في ايرور من بره هيرد ماشي، هنا بقى في الصح في نتيجه. هل النتيجه دي زيرو ما فيهاش اي حاجه؟ يعني اللينس بتاع الري دي فاضيه؟ لو فاضيه اقول له لو سمحت كده ما فيش نتيجه جايه لي، وايرور يوزر نيم او الباسورد دول انفاليد. إلس معناها ان الريزلت دوت لينس مش جايبه زيرو، يعني في داتا رجعت لي. في حاله ان في داتا رجعت لي، لو سمحت يا ريسبونس دوت جيسون ورجع لي سكسس ترو، قول لي ان الراجل دوت ليه حق يخش. تعال نجرب الكلام ده، جاي كنترول سي واقول له تاني يا نود رن الليسونس بعد التعديلات اللي عملتها دي، وارجع هنا مش هنا، مش عايزين نشتغل من براوزر، نشتغل من البوست مان، واقول له اهو انا باعت، وقلت له سند، قال لي سكسس فولس، قال لي نجحت غلط، والايرور اليوزر اور الباسورد انفاليد. ده صحيح، انا ما بعتش يوزر نيم وباسورد اصلا. ممكن اخش في الهيدر وابعت يوزر نيم وباسورد، يعني اقول له يوزر مثلا عادل، والباسورد مثلا عادل، كده بعت اليوزر نيم عادل والباسورد عادل. سندي يا عمي رد عليا قال لي اليوزر نيم او الباسورد غلط. ده صحيح؟ صحيح، لان اليوزر نيم عندي ادمن وادمن 1 2 3، او خلينا مثلا في شيماء وشيماء 1 2 3. قلت له ماشي، تعالى نبعت اليوزر شيماء والباسورد شيماء 1 2 3 واعمل سند. قال لي في مشكله في الاي بي اي في السيرفر، اكيد السيرفر ضرب بسبب الكونكشن، ماله ما قفلش. لاي سبب من الاسباب ماشي. نرن تاني الملف للستودنتس، سند، قال لي سكسس ترو والمسج لوكد زي ما احنا قلنا بالظبط. كده ايه بقى؟ كده بدا يحس ويفهم، هو انا بعت له يوزر نيم وباسورد ولا ما بعتلوش؟ بدا يفهم انا بعت يوزر نيم وباسورد ولا ما بعتش يوزر نيم وباسورد، وقدر يشيك عليهم في الداتابيز وهل هم صح ولا مش صح. وبناء عليه لما يكونوا صح، انا مش عاوز تطلع لي تقول لي مسج سكسس. سكسس ايه يا عم؟ انا بقول لك ليستيل للستودنتس. هقول له في الحاله دي، بدل ما انا كنت بقول له هنا يا ريسبونس في الجيسون قول لي ان الداتا سليمه وبتاع، لا هعمل ايه؟ فاكر السطرين بتوع عرض بيانات الطلبه اللي احنا كنا موقفينهم؟ المفروض تقول لي ده اللي كنا بنعرف فيه على طول، خلاص كات كده. وهقول لك ايه، لو كان بقى هنا في الالس معناه ان اليوزر نيم وباسورد صح، ده بس اللي ايه؟ اللي ترميله الايه؟ العرض بتاع البيانات بتاعت الستودنتس اللي هم دول راحت فين؟ اهو ده الوحيد اللي انا هقوم قايل له لو كان صح. صح، روح بقى على الكوليكشن اللي اسمه ستودنتس ودور على كل الداتا واعرضها له وكله تمام ومش عارف ايه وكلام زي كده. في الحاله دي لو دوت سيف، المفترض لو الراجل بياناته صح وزي بس صح، هيجيب لك داتا البيانات بتاعه الايه؟ بتاعه الطلب. لو قلت كنترول سي وشغلت النود تاني عشان يحس بالسطرين اللي بدل ما كنا بنقول له سكسس ترو، لا بقيت بجيب له بيانات الطلبه، بقيت بقول له ايه؟ يا كوليكشن فايند، وبدور له على الداتا. تعال نجرب بقى المره دي لما ابعت سند، ما ردش عليا ماشي. احنا ما شغلناش، لا في ايرور هنا، في ايرور هناك اهو. قال لي يا عمو، قلت له ماشي اتفضل. قال لي رايت افتر اند، انت بتكتب بعد ما قفلت ولا بتفتح بعد ما عملت؟ ماشي. في السيرين سطر 219، قلت له ماشي تعال نشوف سطر 219 ده اهو. ايه اللي حصل عندنا خلانا نعمل ايه؟ نرايتر بعد ما ايه؟ عملنا اند. طب ما بلاش نعمل ريسبونس رايت، نقول له ريسبونس دوت اند كده. هو كان ضرب في سطر كام؟ 219. خلينا في ريسبونس دوت اند على طول. هل في ريسبونس هنا وقفلنا؟ بالتالي ما قفلناش حاجه خالص. ماشي، هو طبعا الايرور ده بيطلع، الايرور ده بيطلع لما نكون بالرايتر بعد ما كنا عملنا كلوز، بعد ما كنا عملنا كلوز. ممكن ممكن عشان السطرين دول، السطرين دول نقفل فيهم الداتابيز وبنعمل ريسبونس دوت اند،
مفترض دول يحصلوا بسبب حاجة هنا، بس مفيش حاجة هنا. قلت له ماشي، يعني ممكن نخليهم احنا لو حصل ايرور على طول يعمل الكونكشن كلوز ويعمل الريسبونس اند على بعضيه هنا، ولو هنا بعت وقال له سكسس فولس بعد اذنك الريسبونس يعمل له كلوز يعمل له اند في حالته هنا بس، والايه والكونكشن اعمل له كلوز عشان مفيش حاجه تتنفذ قبل حاجه، احنا عارفين كله شغال حلو جدا. انا قفلت في ساعتها على طول، اي حاجه بقفل في ساعتها عشان ما يبقاش عندي حاجه اتقفلت قبل ما اكتب او شيء او لخبطه، يعني على اساس ان هو بيشغل حاجات بارلل فيبقى عندنا ازمه. قلت له ماشي نجرب نسند تاني. جاب لي بيانات الطلبه ايه، جاب لي كل الداتا بتاعت الطلبه، كلام جميل جدا. لو شيماء اكس يعني اليوزر نيم هنا فيه غلطه وعملت سند قال لي سكسس فولس واليوزر او الباسورد فيه غلط، وده حقيقي لان اليوزر نيم والباسورد هنا عندي فيهم ايه غلط، سند قال لي سيرفر انستنس غلط. يبقى بعد ما بيحصل اليوزر نيم والباسورد فيهم غلط السيرفر بيضرب، يبقى اروح اشوف يعني اليوزر او الباسورد انفاليد، خلي الكونكشن يتقفل الاول. لانه يعني احتمال يكون ما بيقفلش الكونكشن فلسه بيبدا الدنيا لسه معلقه. تعال نجربها تاني. اهو اليوزر نيم والباسورد غلط. دول غلط؟ لا دول صح، جاب لي الداتا. اليوزر نيم والباسورد غلط، رد عليا وقال لي غلط. طب اليوزر نيم والباسورد صح، ضرب تاني. فاليد ستيت كونكت، يعني حاله الكونكشن بتاعته مش مظبوطه. طبعا ده ممكن يحصل عشان السيرفر الداخلي هنا او فيه مشكله. سطر 194 هو بيعمل كونكشن هنا، كانت الدنيا عنده مش مظبوطه، هو بيحاول يكونكت اصلا على الداتابيز، ممكن يكون بسبب الكونكشن كونكت كتير على السيرفر الداخلي بتاعنا دوت، سيرفر اللوكال يعني. مش مشكله. لكن كده بقينا بنفتح الداتا للناس اللي ليها حق ان هي تشوف الداتا ديت. تحققت باليوزر نيم والباسورد، هل هو ده بس؟ لا. الموضوع مش بالبساطه دي. معنى كده ان انا كل مره لازم اشيك باليوزر نيم والباسورد بقى، وكل مره ابعت لي اليوزر نيم والباسورد؟ قال لك لا، في حاجه ثانيه مختلفه مهمه اسمها جيسون ويب توكن، هنتكلم عليها ونشوف ازاي بتشتغل. التوكن بيشتغل ازاي؟ ازاي بشتغل بحاجه اسمها التوكن وبيعمل لي اوثنتيكيشن ازاي التوكن في الكود بتاعي.